واللقاء القوي والكبير بين الشبيبتين وبين الشبيبة والشباب، بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد، الشبيبة المتقدمة في النتيجة منذ اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ضربة الجزاء الجميلة التي سجلها اللاعب بن علجية ضد في مرمى الحارس مزيان. إذن هدف مقابل صفر. نحييكم مرة أخرى، نتمنى الشوط الثاني فيه أهداف، فيه تشويق، فيه إثارة، فيه قوة بين اللاعبين على أرضية الميدان. الروح الرياضية نتمناها أن تكون حاضرة. كيف سيكون رد فعل شباب بلوزداد في هذا الشوط الأول، خاصة بعد تفوق لاعبيه خاصة في الصراع الثنائية في الشوط الأول؟ كيف سيسير فريق شبيبة القبائل الشوط الثاني؟ هل ستكون أهداف أخرى، هل ستكون أهداف من طرف شبيبة القبائل، أم أن لشباب بلوزداد رأي آخر يعدل النتيجة ولما لا العودة بنتيجة إيجابية من ملعب أول نوفمبر؟ والانطلاقة هذه المرة عن طريق اللاعب بالغ لصالح شباب بلوزداد، فريق الشباب الذي أدم عليه في الشوط الأول، كان حاضرا خاصة في الدفاع والانطلاق في الهجمات المعاكسة، وكذا أن يسجل في العديد من المرات عن طريق اللاعب بالغ وبرنان، وحتى جرار اللاعب السابق لشبيبة القبائل كذا أن يخادع الحارس السابق لشباب بلوزداد والحارس الحالي لشبيبة القبائل. هذه كرة أخرى لشبيبة، لكن الدفاع شباب بلوزداد حاضر. قلت الحارس صالحي عبد القادر الحارس السابق للشباب بلوزداد كاد ان يسجل عليه هدف من قبل اللاعب السابق لشباب شبيبة القبائل جرار. اذا الدقيقه الاولى ومن اللقاء والشوط الثاني، هذا الانطلاقه عن طريق من الجهه الاخرى وتدخل الدفاع امام اللاعب حايس. انطلاقه، حضور اللاعب لساخ صاحب الإنداف في الشوط الأول هو وسيدي بي، وبالغ من الجهة اليمنى لهجوم الشباب، لكن سادو نبيل قائد فريق الشبيبة حاضر في هذه الكرة، يخرج إلى التماس أمام بالغ. هل سيفعلها بالغ مرة أخرى؟ هو المتألق هو برنان في هجوم شباب بلوزداد. سلمي، سلمي ماذا يفعل؟ تسديد، لكن دفاع عن طريق اللاعب تيزي يبعد الخطر، لكن مازال الخطر لصالح شباب بلوزداد. الخطأ يقول الحكم، أمامه الخطأ ارتكب عن اللاعب جرار. الكرة، راقب الكرة، دار ثم وجد أحد اللاعبين عرقله فتحصل على مخالفة خطيرة غير بعيدة عن خط 18 متر، عن بعد 23 أو 24 متر فقط، قول 22 أو 23 بتحفظ. هل ستكون ضربة التعادل لشباب بلوزداد الذي يعاني طبعا كما يعلم الجميع بمؤخرة الترتيب وبذيل الترتيب بنقطتين فقط بعدما خصمت من رصيده ثلاث نقاط، تعادلين وفوز. الكرة أمامها كل من بالغ وكذلك تريكات على الصورة، تريكات بلال يفكر تركيز. بالغ يتقدم، بالغ يسدد يوزع، لكن سهلة وبقبضة يدي الحارس الصالحي على الصورة. كرة ما كانتش دائرية وما كانتش قوية، لكن الحارس صالحي كان بالمرصاد بالكيفية اللازمة. من هناك لساخ طويلة ناحية الهجوم، يتواجد بالغ لوحده، أربعة مدافعين للشبيبة. بليلي يتحصل على مخالفة بعدما لمست الكرة، يد اللاعب جرار. جرار اليوم دخل ما كانش تال، وكذا أن يفعلها في بعض اللقطات بعدما سدد، لكن صالحي كان بالمرصاد في الشوط الأول. شط الياس ترجع له الكرة إلى الوراء وإلى الحارس الصالحي. ب
دوره إلى التماس مباشرة. بولخوا لتنفيذ التماس مباشرة، ما توصلش لكن توصل إلى أوتشي ثم فيستون ثم سلمي. الانطلاق، التوزيع، ثم سعدو وابن خليفة في توزيع الكرة ناحية بليلي من الجهة اليمنى لدفاع الشبيبة. ظهير الأيمن بن على جهته، يرجع الكرة إلى الوراء تيزي ثم بن خليفة يدور بالكرة، يمرر من الجهة اليسرى هنا يتواجد شتي الياس، يتقدم أمام بن يوسف ثم ترجع الكرة إلى شتي ثم فيستون ناحية أوقاسي من الجهة اليسرى، توزيع، تدخل نساخ، مازال الخطأ لبن يوسف ثم سلمي يعود ويفتك الكرة من بن يوسف، والانطلاق في الهجمة المعاكسة، مازال يحتفظ بالكرة ويتحصل على مخالفة، يتحصل على مخالفة من أمام بن يوسف. هل نعم انتهى بطاقة صفراء أو بن خليفة؟ الحكم زوي أبو بكر يخرج مرة أخرى البطاقة الصفراء في وجه اللاعب بن خليفة على الصورة. عرقل جرار في هذه الانطلاقة، حافظ على الكرة، حاول التوغل والمرور لكن بن خليفة كان في التصدي. راحت الكرة مباشرة والخطأ. نعم ريكات بلال يرتكب الخطأ الأخير. سعدو تنفيذ الخطأ وإخراج الكرة ناحية الزملاء لكن قصيرة إلى بن خليفة، مازال يحافظ على الكرة، يرجع إلى سادو نبيل قائد تشكيلة دوما. شطي يتوغل يسدد يوزع لكن الدفاع حاضر عن طريق حايز ثم مرة أخرى إلى الركنية، متابعة من هذا اللاعب حايز. دائما بن علجية في تنفيذ الكرات الثابتة، الركنيات لبن علجية دائرية أرضية ثم حايز مرة أخرى لكن هذه المرة يقول 5 أمتار و50 سنتيمتر للحارس مزيان، حارس شباب الوزداد مزيان الياس. سبع دقائق، هدف مقابل صفر، الهدف سجل في نهاية الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء من بن علجية بطريقة رائعة على طريقة زيدان، زين الدين زيدان الدولي الفرنسي السابق، على زيزو يقول مخرجنا يزيد بالكوت. تركات بالخطا ناحيه بن يوسف، بن يوسف الانطلاقه، هل سيكون الهدف الثاني امام فيستون؟ التسديد لكن من بعيد وسهلة لمزيان، كان بامكانه التمرير الكره لانه اوتشي من الجهه اليمنى وفيستون من الجهه اليسرى، تسرع بن يوسف في هذه اللقطه، ترجع الكره بالوزداديه مره اخرى لكن تقص عن طريق بن خليفه ثم بن يوسف، تروح له الكره مره اخرى، ضيع الكرات عديده بن يوسف في هذه اللحظات، والانطلاق عن طريق سلمي لصالح شباب بالوزداد الى من؟ ترجع الكره جرار، جرار كذلك محاصر من زملاء السابقين، ربما يعرفوا امكانياته يعرفوا طريقه لعبه. هذه المره عن طريق اوكاسي الذي ارتكب الخطا. يكون فيه تغيير في تشكيل شبيبة القبائل في هذه اللحظات. جرار في التنفيذ ناحية الرؤوس، تدخل دفاع الشبيبة وبن يوسف في الانطلاق ناحية أوقاسي أمام فيستون من الجهة الأخرى، ينطلق فيستون مازال يحتفظ بالكرة، يمرر ناحية أوتشي وتدخل دفاع شباب الوداد.
السلمي بالعقب إلى سيديبي ثم بورنان أمامه بلغ يراوغ تنين ثم تقص له أمام فيستون محاصر أوقاسي إلى شتي أمامه فيستون توصل الكرة من الجهة الأخرى يوزع فيستون يرجع بالكرة بيمناه ناحية مباشرة عودة سلمي أو جرار دور كبير للاعب جرار في تشكيلة شريف نوزاني سيد طاهر ويرتكب عليه الخطأ ويتحصل على مخالفة دور كبير لهذا اللاعب بتشكيلة شباب بلوزداد شوف في لحظة امتلاكه للكرة يرتكب الخطأ عليه لأنه لاعبي الشبيبة يشعروا بخطورة هذا اللاعب يعرفوه جيدا يلعب معهم سيدي بي حيث برنان أو جرار ثم ترجع إلى سيدي بي ثم سلمي من الجهة الأخرى جرار مرة أخرى ضيع الكرة هذه المرة لم يرتكب عليه الخطأ من قبل أوكاسي ثم فيستون ترتكب عليه المخالفة من سيدي بي سيدي بي حذاري من البطاقة الثانية وبذلك الحمراء المتلقى بطاقة صفراء أو تغيير في تشكيل شباب بلوزداد دخول بشو مكان برنان شو مكان برنان في هذه اللحظات ربما هل سيغير الطريقة أم نفسها يحاول شريف الوزداني الاستثمار في إمكانية بشو رغم أنه يعاني نوعا ما من إصابة هل سيأتي بالجديد بشو طبعا عنده دور كبير في تشكيل شباب بلوزداد مزياني في إخراج الكرة ومزيان الياس عف شباب بلوزداد الذي تلقى لحد الآن إصابة فقط سدو إخراج الكرة شباب بلوزداد يحاول الضغط هذه المرة عكس الشوط الأول سدو إلى الجهة اليمنى شطي طويلة ناحية أوتشي محاصر أوتشي ما زال الكرة إلى التريكات بلال من جنب شباب بلوزداد ينطلق إلى الجهة الأخرى بشو في أولى كرته التوغل والمخالفة يقول الحكم نعم طبعا بشو معروف عليه بسرعته بتوغلاته وبذلك هل سيأتي بالجديد شوف التوغل لاعبين نعم أمام لاعبين وبذلك المخالفة بليلي لاعب سابق لشباب بلوزداد يرتكب الخطأ تغيير آخر في تشكيلة شبيبة القبائل تفني رايح يأخذ مكانه في هذه اللحظات على الصورة تفني يوسف يخرج بن يوسف ويدخل تافني في تشكيلة ديما وهذه المخالفة لشباب بلوزداد بشو توزيع العارضة ترد القائم يرد على تسديدة بشو في هذه اللحظات كاد أن يخادع الحارس عبد القادر صالحي سنشاهد بالعرض البطيء بعد هذه المخالفة أخرى محاولة الشباب العودة شوف بشو في الكرة الثانية دائرية والقائم يصد القائم ينوب على صالحي بشو مرة أخرى بشو يتوغل لكن يقول هذه المرة 5 أمتار و50 سنتيمتر الحكم زواوي بوبكر هل سيأتي بشو بالجديد كما قلت لما دخل هذا اللاعب له إمكانيات كبيرة وله قيمة ثابتة بتشكيلة 16 شريف الوزاني رغم أنه يعاني نوعا ما من إصابة خفيفة لكن ربما شريف الوزاني رأى فيه الحل الأنسب من أجل العودة في النتيجة لكن حذاري من عودة شبيبة القبائل سيدي بي بوسط الميدان أمام تافني يصارع لا
لكن سيدي بي مرة أخرى تروح له الكرة، بن علجية يتلقى الكرة يراوغ، لكن سيدي بي فطن ويقص له الكرة، سيدي بي مرة أخرى يرجع بن علجية ويأخذ الكرة منه. طبعا لأنه اللاعب اللي يحافظ على الكرة كثيرا تروح له أكيد ويرتكب الأخطاء كما فعلها بن علجية في هذه اللحظات. خرج له الكرة تماس، كان بإمكانه التوزيع والتمرير إلى الزملاء. سيدي بي يمرر ما توصلش إلى بشو، ثم بن خليفة تماس أو مخالفة يقول الحكم. لا يا أوتشي، لا يا أوتشي، هناك حكم يا أوتشي والإنذار. أكيد أنه فيه بطاقة صفراء، أكيد أنه فيه بطاقة صفراء. زواوي على الصورة، الحكم يراقب كل كبيرة وصغيرة ويتلقى. يو فور أوتشي يتلقى البطاقة الصفراء، كانت مجانية حسب رأيي، كانت مجانية من أوتشي لأنه الحكم أعلن الخطأ. شوف هنا مجانية، نعم مجانية من أوتشي، كان بإمكانه تفادي هذه البطاقة الصفراء. على كل ربع ساعة تمر بداية الشوط الثاني والنتيجة هي ذاتها، هدف مقابل صفر للشبيبة القبائلية أمام الشباب الوزداد. الفريق الكبير العاصمي أمام أسود جرجرة. أوتشي يدخل ثم بشو مرة أخرى بافتكاك الكرة والتمرير والانطلاق في الهجمات المعاكس عن طريق بولقوة ثم إلى الوراء إلى سيدي بي، توصل الكرة إلى سلمي أمام بولقوة محاصر من ثلاث لاعبين. سلمي يرجع إلى الوراء إلى نساخ، ضغط على حمل الكرة من لاعبي شبيبة القبائل في هذه اللحظات، طبعا لأنه لو يتركوا الفرصة فيه لاعبين ذو إمكانيات كبشو وكذلك سلمي. بولقوة من الجهة اليمنى لدفاع الشباب، يرجع الكرة إلى الوراء من جهة هريدة إلى الحرس مزيان، ترجع له الكرة هريدة. هريدة محمد العائد من الإصابة، دخل مكان كراد المتواجد في كرسي الاحتياط. سيدي بي محاولة بناء الهجمات من الوراء، بشو توصل الكرة، يحافظ يراوغ مازال يحتفظ بالكرة، في حلول أمامه جرار، تروح له الكرة أمام أوقاسي وبن يوسف، ثم صعدوا إلى الأمام ناحية فيستون، توصلوا من أوتشي ترجع له الكرة، تسديد تصطدم بأوقاسي وارتكاب الخطأ من جرار، لكن الحكم ما يقول ولا شيء. الانطلاق عن طريق تريكات ثم سلمي بوسط الميدان، محاصر سلمي يعود أمام الحلول ثم الانطلاق والتسديد وبعيدة وعالية من اللاعب بالغ الفصل. بالغ أبو سفيان ربما تسرع في هذه الكرة، حسب رأيي كان بإمكانه التوغل والدخول منطقة 18 متر، لأنه شوف مازال المسافة أمامه، كان بإمكانه الدخول ثم التسديد لكنه سدد وتسرع، كان أمامه إلا المدافع تيزي بولي، كان بجنب وليس أمامه. صراع الكرة بين سلمي وكذلك وقاسي، وتفوق سلمي. حكم أعلنها خطأ على سلمي على الصورة. دور كبير كبير لهذا اللاعب في تشكيلة شباب بن وزداد. ينفذ الكرة لكن بشو بالرأس، ترجع له الكرة بالصدر، يراقب الكرة لكن تيزي حاضر بعد الخطر. تيزي مرة أخرى، هذه المرة الكرة طويلة ناحية أوتشي، لكن دفاع حاضر دفاع شباب بلوزداد. بن خليفة
ثم أوتشي ينطلق أمام بن علجية توصل الكرة. بن علجية ماذا يفعل؟ يدور يرجع إلى الوراء، يمرر طفني بيسراه إلى أوقاسيم. ماذا يفعل أوقاسيم؟ ما فيه ولا شيء يقول الحكم. أوقاسي يسترجع الكرة، يمرر إلى بن علجية بالصدر، ثم أوتشي. أوتشي ماذا يفعل داخل 18 متر؟ يدور يرجع الكرة إلى الوراء. صعوبة كبيرة بليلي إلى بن خليفة هذه المرة، ثم أوقاسي يمررها إلى الجهة اليسرى. يتواجد الياس شتي طويلة ناحية الهجوم والدفاع حاضر، كانت عالية على رأس بن علجية. تيزي استرجع الكرة ناحية بليلي الظهير الأيمن للشبيبة القبائلية، ثم إلى محور الدفاع تيزي بوعلي إلى أوقاسي بوسط الميدان أمام بن علجية. يفضل بن خليفة، بن خليفة إلى الجهة اليسرى شتي الياس، يأتيه فيستون يتحصل على الكرة، ثم بن علجية يرجع الكرة إلى الوراء إلى بن خليفة، ثم إلى محور الدفاع تيزي بوعلي. كرات جميلة وبينية بين لاعبي شبيبة القبائل. تفني إلى أوتشي، تفني ترجع له الكرة، ما زال يحتفظ بالكرة، تروح له هذه المرة أمام سيدي بي. تركات سيدي بي إلى وسط الميدان، يتوج سلمي، سلمي يتوغل ويتقدم، يأتيه جرار هذه المرة، حاصر جرار كلما لمس الكرة إلا ولاعبين أمامه. أوقاسي مراوغات، ما فيش خطأ يقول الحكم أمام مرأة الحكم يريد هذه المرة في خطأ، نعم فيه جذب. نعم أوقاسي من الوراء كان بإمكانه تلقي البطاقة الصفراء هنا، لكن الحكم كان متسامحا. واحد وعشرين دقيقة تمر عن بداية الشوط الثاني، دائما النتيجة التفوق والتقدم لشبيبة القبائل أمام شباب الوزداد بهدف مقابل صفر. والآن نلعب هذا اللقاء تحت الأضواء الكاشفة بالملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، الملعب الذي اكتظ عن آخره، جماهير كبيرة حضرت هذا اللقاء اليوم طبعا، وشبيبة القبائل تعود في النتائج الإيجابية وتتصدر لائحة ترتيب الرابطة الأولى موبيليس بعد النتائج الإيجابية لحد الآن. سلمي طويلة ثم سهلة لصالحي، الكرة السهلة التي يحبدها الحراس. شط الياس، العودة إلى بن خليفة ثم طويلة ناحية فيستون، فيستون تقص له الكرة، يريد إلى الوراء إلى حارس مزيان. مزيان الياس دوره يخرج الكرة إلى الزملاء، توصلش الكرة اللاعب بالغ. تراجع نوعا ما مستوى الشوط الاول لحد الان فنيا طبعا. هذه اللحظات جرار يخرج ويدخل مكانه اللاعب شتال. شتال مكان جرار، شوف تصفيقات حاره من جمهور الشبيبه على هذا اللاعب جرار طبعا، لانه لعب في شبيبه القبائل فربما ترك مكانه نظيف لذلك الجمهور. وخطأ والخطأ والخطأ المرتكب، هاي ضربة الجزاء الثانية، لا ما فيش، يقول الحكم محاولة من تفني والبطاقة الصفراء. خطأ على مستوى محور دفاع شباب الوزداد كاد أن يكلفه غاليا أمام البديل تفني. شوف الإعادة بالعرض البطيء مرة أخرى، حسب رأيي فيه مخالفة. نعم هذه فيه ضربة جزاء ربما لأنه راح لرجل اللاعب الحارس. نعم
وللحكم قراره، قرر بأنها ليست ضربة جزاء، وبذلك بنالجية مراوغة جميلة بطريقة فنية مرة إلى فيستون من الجهة الأخرى. فيستون هل يعوض ما ضيعه تافني؟ ثم شتال ترجع الكرة إلى سلمي، شتال مرة أخرى إلى اللاعب تريكات بلال إلى الوراء إلى الحارس مزيان طويلة ناحية الهجوم، وبشو يتمكنش منها. بشو يأتي اللاعب تريكات بلال في افتكاك الكرة أمام بن يوسف، ترجع له الكرة بوسط الميدان أمام سلمي، يأتيه وصلوا الكرة سلمي، بالغ سلمي إلى شتال من الجهة اليمنى لهجوم شباب بلوزداد، معروف بمراوغاته شتال، يتحصل على مخالفة، يتحصل على مخالفة بعد تدخل ياس شطي، شتال أمام شطي وشتال يتفوق بعد ارتكاب الخطأ من شطي. دقيقة 70 20 دقيقة فقط تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء. هدف مقابل صفر دائما عن طريق ضربة جزاء، هل سنكتفي بهذا الهدف أم سنشاهد أهداف أخرى؟ شتال من جانب شباب بلوزداد بكرة الدائرية سهلة للحارس صالحي، شتال بكرة الدائرية ويسراه لكنها كانت سهلة لصالحي. كيف سيكون رد بشو وشتال في تشكيلة 16 شريف بلوزاني؟ تفني إلى الوراء إلى صالحي، صالحي بدوره طويلة ناحية الهجوم، عين يتواجد فيستون يرتكب الخطأ، في تغيير آخر تشكيلة شبيبة القبائل، فيستون يخرج ويدخل اللاعب حمرون، حمرون في حوزته هدف وفيستون كذلك بهدفين. هاي كرة أخرى بالخطأ ناحية أوتشي، الهدف الثاني بخطأ من محور الدفاع شباب بلوزداد، والهدف الثاني لشبيبة القبائل، وتشتعل مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي ويرسو بعد هذا الخطأ، خطأ فادح وفادح جدا. الحين لما نشوفوا العرض البطيء بعد الخطأ الأول، تفني لم يستغل الفرصة في هذه المرة، أوتشي يمضي الهدف الثاني لشبيبة القبائل، هدفان مقابل صفر قبل نهاية اللقاء بثمانية عشر دقيقة. فرحة كبيرة عند هذا اللاعب أوتشي، أصبح في رصيده أربعة أهداف. شوفوا العب، شوف 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 الخطأ، شوف الخطأ، شوف الخطأ، الكرة كانت ضعيفة، وكذلك التغطية من اللاعب هيريدا، هيريدا محمد طبعا العائد من إصابة، مثل هذه الأخطاء اللاعب أوتشي ما يفوتهاش في تسجيل الأهداف. على كل، هدفان مقابل صفر للشبيبة أمام الشباب، هل سيعود فريق شباب بلوزداد في النتيجة عن طريق شتال بالكرة؟ تروح له الكرة شتال لكن لا، ترجع الكرة إلى هيريدا وتدخل بن خليفة إلى التماس، كان بأنه لاعبي الشبيبة القبائل عازمون على المضي في تحقيق النتائج الإيجابية. شتال مراوغة بشو لكن تدخل دفاع الشبيبة عن طريق الياس الشطي، شتال يسترجع الكرة، يحاول يراوغ أمام لاعبين ويتحصل على تماس، يتحصل على تماس، شوف الكرة مرة أخرى، خطأ خطأ فادح في محور دفاع شباب بلوزداد، أوتشي ما يفوتش الفرصة، سيدي بي طويلة ناحية بالغ توصلوا الكرة، يرتكب الخطأ يقول الحكم، ومخالفة على الزميل الآخر بليلي لاعب سابق لشباب القبائل أو لشباب بلوزداد. صالحي في إخراج الكرة،
المدرجات أصبحت أجمل من وقت مضى. تفني استرجع الكرة لكن مساخ في إخراجها إلى التماس. هاي مدرجات ملعب أول نوفمبر يزيديا بالكوت. حلة جميلة وسط الميدان طريق بن خليفة. استرجع الكرة ناحية شوت إلياس. مازال يحتفظ بن خليفة، يترك الكرة إلى تيزي ثم تفني بوسط الميدان. مازال يحتفظ بالكرة أمامه بن علجية. توصل الكرة بن علجية بالعقب أو بليلي لكن تماس. تماس لصالح شبيبة القبائل أمام شباب بالوزداد. هل سنشهد أهداف أخرى سواء للشبيبة أو الشباب؟ نتمنى ذلك. أورجي القوي الهداف. يرجع الكرة إلى كاد البديل أن يفعلها في هذه اللقطة على الصورة. عمرون لو نشوفوا مسار شبيبة القبائل هذا الموسم، نتائج جد إيجابية منذ الجولة الأولى. طبعا بعد بعض التعادلات جاءت الانتصارات خارج وداخل الأرضية. شتال توصل الكرة لكن تماس. يقول الحكم على السلمي بعد الدخول على السلمي أو المخالفة. نعم طبعا إذا شفنا نتائج الفريقين فإنها متباينة بين فريق شبيبة القبائل وشباب بلوزداد. شتال في هذه المخالفة الأخرى. دائما الكرات لما تكون على يمين او يسار الحارس دائما بيسرى. شتال الذي يدخل في الشوطيه الثانيه. هذا في اللحظات قبل لحظات. شتال دائريه ارضيه لكن محاصر. اللاعب نسخ. ما زالت شبابيه بالوزداديه. شتال يراوغ ما يمرش امامه وقاسي ويرتكب الخطا. نعم الخطا ليقاسي على الصوره. القصير الماكر فنية رائعة. دور كبير بوسط ميدان شبيبة القبائل خاصة في استرجاع الكرات والانطلاق في الهجمات المعاكسة بيسراه وبسرعته وبتمريراته. ما توصلش تمريرته إلى بن علجية. تريكات بلال إلى الجهة اليسرى والانطلاقة. سلمي والزملاء حاضرون. سلمي ترجع له الكرة. التوزيع في هذه اللحظات تألق صالحي على الصورة أمام بالغ براسيت والركنية. تألق صالحي في هذه اللقطة أمام بالغ والتمريرة الرائعة مليمترية. بالغ كاد أن يفتح باب التسجيل ويقلص الفارق. كرة رائعة، لقطة جميلة، والأجمل والأجمل هو صالحي في تصدي لهذه الكرة وإخراجها للركنية. تنفذ الركنية والهدف. الحكم ما صعدش، ما فيش هدف. كان بإمكانه شباب بلوزداد أن يقلص الفارق. نساخ ما زالت الكرة، ما زال الخطأ وتدخل اوتشي. سيديبي مرة أخرى خارجة عالية فوق العارضة الأفقية للحارس صالحي. شوف مرة أخرى نساخ بقوة. لا الكرة ما دخلتش، الكرة ما مرتش على الخط. الحكم كان صائبا في هذه الكرة. شوف مرة أخرى نساخ لكن حضور أوتشي عودة للدفاع من الهجوم. هاو تضامن لاعبي شبيبة القبائل. هذا التضامن جاء بنتائجه. مهاجم يدافع ومدافع يهاجم. شتال ترجع الكرة توصل إلى بالغ. ينطلق بالغ، يرجع بالغ، يمرر بالغ، توصل الكرة إلى شتال من الجهة اليمنى يوزع بالعقب لكن دفاع شبيبة القبائل عن طريق بليلي وصالحي حاضرون. هاي الركنية، هاي رأسية نساخ، هاي العارضة الأفقية. الكرة لم تتخطى الخط وبذلك النتيجة تبقى على حالها. دفع لصفر لشبيبة القبائل وشباب بلوزداد.
الدفاع حاضر لشاويبة القبائل، دفني بوسط الميدان وأوقاسي، التمرير إلى بليلي من الجهة اليمنى، ترجع الكرة إلى تفني، تدخل دفاع عن طريق بشو، الانطلاقة والتوزيع ما توصلش الكرة، وابن خليفة يمرر، لكن دفاع شبيبة القبائل بوسط الميدان حاضر، توصل الكرة إلى شتال، أمامه من؟ شتال يحتفظ بالكرة، يمر في العمق، حاضر دفاع عن طريق اللاعب تيزي ثم صالح، توصل الكرة بكل سهولة، بن علجية يراوغ ما يتحصلوا على شيء، شتال يمرر إلى بالغ تمريرة تسديدة وجانبية. تمريرة والتسرع في بعض الأحيان يفوت الفرصة على لاعبي شباب بلوزداد في تقليص الفرق كهذه اللقطة، شتال في العمق بالغ بكل فنيات رائعة وبكل ذكاء لكن تسديدته كانت جانبية، ضرب الكرة بداخل الرجل. هذه الكرة الأخرى الخطيرة لنساخ الذي كان أن يقلص الفارق لشباب بلوزداد. طبعا شباب بلوزداد الذي عليه العمل أكثر من أجل ربما الإنذار لصالحه بالفعل. تباطؤ في إخراج الكرة وزواوي حاضر ومنح البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء أخرى لصالحي. طبعا إذا شفنا شبيبة القبائل داخل القواعد في الترتيب يتواجد في المركز الخامس. الآن أصبح بعشر نقاط داخل القواعد من تعادل وانتصارين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. مناسبات الإفريقية خاصة صالح في إخراج الكرة استئناف اللعب، ترجع له الكرة أمام سادو، يفضل جهة اليمنى ليلي أمام التفني وسادو، طويلة ناحية الهجوم ناحية أوتشي، مسجل الهدف الثاني في هذا اللقاء، ثم بن علجية مراوغة ما يتمكنش من مرور الكرة، فيش خطأ يقول الحكم، انطلاق شتال بيسرى، شتال يمر لكن بالخطأ ناحية ما توصلوش هاي الانطلاق عن طريق شطي الياس، شطي الياس مازال يراوغ لكن كان بإمكانه التمرير، ربما دخول في اللعب السهل من بعض اللاعبين ما يمكنش فريقهم من تسجيل الأهداف وإضافة الأهداف كما فعل شطي الياس في هذه الكرة لشبيبة القبائل. بشو طلب ب لمسة يد، لاعب حايس شاف بالوزداد، لاعبي شباب القبائل يحاولون طبعا المحافظة على النتيجة من خلال هذه الكرات البينية السهلة والجميلة بين أرجل لاعبي شباب القبائل. بن علجية، تيزي إلى بليلي، بن خليفة، ثم طفني، ثم بليلي، هاي الكرات اللي تنرفز ربما لاعبين المنافس، اي منافس يتنرفز من خلال هذه الكرات. سيدي بي يسترجع الكره لكن لثواني فقط، وبن علجيه يتفوق، اوقاسي ينطلق امام اوتشي، توصلوا الكره اوتشي، اوتشي ماشي تسلل، بن علجيه امام الحارس، تسديده جانبيه، تسديدة جانبية من بن علجية، ربما التعب نال من هذا اللاعب لأنه تحرك كثيرا في هذا اللقاء من اليمين إلى اليسار من الدفاع إلى الهجوم، تعب كثير، وتسديدته تؤكد ذلك، كان بإمكانه التوغل. إريدا إلى الجهة اليسرى، هنا يتواجد حيس الساخ، يصعد ويوزع طويلة، بالغ يلحق على الكرة، وتماس يقول الحكم لصالح شتال، ثم بالغ ثم الركنية، تشوق كبير بين شطي الياس والجمهور من خلال تدخلاته، طبعا الجمهور يحبذ هؤلاء اللاعبين، يعني يلعب حار. سلامة راح يدخل مكان بن علجية، كما قلت بن علجية تعب كثير وبذلك ياخذ مكانه سلامة. تغيير ربما تكتيكي هنا من اجل ربح بعض الثواني، وبذلك امتصاص اعراض لاعبي شباب بلوزداد. سلامة مكان بن علجية تحت تصفيقات جمهور ملعب اول نوفمبر على الصورة، هو الذي سجل هدف ضربة جزاء بطريقة رائعة، ثم اضاف اوتشي في الشوط الثاني الهدف الثاني، هدف في كل شوط لحد الان. كيف سيكون رد فريق شباب بلوزداد في هذه اللحظات عن طريق شتال والزملاء؟ هاي الكرة الدائرية لكن الى التماس مباشرة، الانهزام سيؤثر كثيرا على الفريق الذي يعاني في بداية الموسم، فريق شباب بلوزداد نتمنى له العودة، العودة في الجولات القادمة، لأن شباب بلوزداد يستحق الألقاب من خلال أنصاره الأوفياء، أنصاره طبعا حاضرين هنا بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. سلامة في أول الكرة لكن ما يتمكنش أمام بالغ، من جهته ما يتمكنش امام سادو القائد الشبيبه، يبعد الخطر ويقول الحكم مخالفه ارتكبها بالغه على سادو. Thank you.
طبعا هزيج انصار شبيبه القبائل في هذه اللحظات الاخيره من هذا اللقاء. سلامه الانطلاق ثم تفني يرجع الكره الى وسط الميدان. عمرون توصل الكره الى اوتشي يرجعها الى الوراء بن خليفه الى شتي. شتي بيسراه وارتكاب الخطا يقول الحكم نعم من تريكات على وقاسي. نفذ مباشره ناحيه حمرون. عمرون يتقدم امام اوتشي توصل الكره اوتشي محاوله تمرير لكن سيدي بحاضر ويبعدها ناحيه من سالمي تروح له الكره ويسترجعها بكل سهوله وبكل سرعه. بن يوسف او بن خليفه عفوا بن يوسف خرج توصل الكره الى التفني من الجهه اليمنى محاصر بلاعبين محاوله توغل المراوغه صعب صعب المرور في مثل هذه الاوضاع. ينفذ التماس نسخ ابعاد الكره واخراجها عن طريق الكره طبعا البينيه بين بشو وسيدي بي. بشو توصلوا الكره ما فيش حلول امام لاعبي شباب بلوزداد للتماس. شوف ضايق شباب بلوزداد تؤكدوا هذه الكره كره بشو الجولات القادمة ستكون صعبة خاصة لشباب بلوزداد حيث يلتقي الجولة الثامنة القادمة يستقبل الكرة أخرى أو أوقاسي أو يتغل أوقاسي مرر أوقاسي لكن الدفاع حاضر في هذه المرة. كادت مرة أخرى دفاع شباب بلوزداد ارتكاب الأخطاء الأخرى. سيدي بي فيه لاعب سقط على أرضية الميدان يطالبون من لاعب الشباب إخراج الكرة. عمرون الأخيرة لأوقاسي نعم هاي كرة الخطأ أوقاسي توغل تمريرته رجوع للسخ. قلت شباب بلوزداد يلتقي في الجولة القادمة من مولودية وهران في ملعب 20 فوت ثم يتلقى إلى قسنطينة لمواجهة شباب قسنطينة ثم لقاء ديربي مع اتحاد الجزائر ثم آخر مع نصر حسين داي. يستقبل أهلي برج بوعريش في الجولة الثانية عشرة ويتنقل إلى بشار لمواجهة شبيبة الثورة ثم يستضيف مولودية بجاية ثم يتنقل إلى بلعباس لمواجهة اتحاد بلعباس في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى من البطولة. مباريات صعبة لشباب بلوزداد فما على مسؤولي هذا الفريق إلا العمل من أجل مصلحة الفريق. عيادة طبعا رياض بوستة الرئيس المؤقت لفريق شباب بلوزداد شتال. طبعا بوستة قال عند بداية اللقاء لما استضفناه انه سيعمل من اجل مصلحة الفريق. نتمنى ذلك من كل مسيري شباب بلوزداد. شبيبة القبائل في الجولة القادمة مباراة صعبة بسطيف امام وفاق سطيف ثم يستقبل اولمبي المدية ثم يستقبل مرة أخرى دفاع تجنانت. يذهب لوهران لمواجهة مولودية وهران في الجولة الحادية عشرة ثم يستقبل شباب قسنطينة في الثانية عشرة ثم يذهب إلى العاصمة لمواصلة لمواجهة اتحاد الجزائر في الجولة الثالثة عشرة. يستضيف نصر حسين داي في الرابعة عشرة وفي الخامسة عشرة يذهب إلى البورك لمواجهة أهلي برج باريج. ربما شبيبة القبائل بعد النتائج الإيجابية في بداية هذا الموسم بإمكانه مواصلة هذه النتائج لأنه روح الجماعة حاضرة وسط تشكيلة ديما لأوقاسي والزملاء وسلام الذي أخرج الكرة إلى التماس. لحظات ويعلن الحكم عن نهاية هذا اللقاء بعد مرور الدقيقة الثالثة من الوقت بذل الضائع. طبعا هدفان مقابل صفر لشبيبة القبائل أمام شباب بلوزداد. شتال توصلوا الكرة لكن الحكم يقول تماس. وضعية صعبة يمر بها فريق شبيبة القبائل أمام شبيبة أو شبيبة بلوزداد أمام شبيبة القبائل وأنصار شبيبة على الصورة ينتظرون نهاية هذا اللقاء بتفوق فريقهم تفوق آخر وانتصار آخر و15 نقطة في الرصيد ومرتبة أولى قبل طبعا تسوية رزنامة البطولة الوطنية. مباراة متأخرة بين اتحاد الجزائر مولودية بجاية يوم 7 أكتوبر القادم.
اتحاد بالعباس اتحاد الجزائر يوم 11 أكتوبر، الجولة السابعة مباراة متأخرة أولمبي المدية وفاء قسطيف يوم 7 أكتوبر، ثم عن الجولة الثامنة ستكون مباراة متأخرة بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة إلى 4 أكتوبر. طبعا بعد تسوية الرزنامة الشبيبة لحد الآن متصدر والآن ب 15 نقطة، ونهاية اللقاء يعلنها الحكم الزواوي بو بكر بتفوق النتيجة وبهدفين مقابل صفر لصالح الشبيبة أمام شباب بلوزداد، وثلاث نقاط ثمينة للشبيبة بملعب أول نوفمبر ومرتبة أولى ب 15 نقطة. إلى هنا أعزائنا المشاهدين، نلتقي في مناسبات أخرى، إلى اللقاء والعودة إلى الزميلة ليلى بوفرحات.